الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد أشرف الخلق والمرسلين. المشهد يستحق صلوات ثانية بأعلى الأصوات. قطوف دانية، فتيات زينبية، كفاءات عراقية، طالبات ذات أوصاف سنية، خيرات حسان، واقفات جالسات، شامخات ما بين سيد الشبان وراعي جوده سيد الفرسان. أهلا ومرحبا بكم في أولى فعاليات حفل تخرج طالبات الجامعات العراقية، والذي تقيمه الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، شعبة مدارس الكفيل الدينية النسوية، والذي يقام تحت شعار من نور فاطمة نضيء العالم. فالكل في حب الحسين موحد، والكل في حب أبي الفضل شريك. والانطلاق بخير الكلام وجميل التلاوة لقارئ العتبة العباسية المقدسة القارئ عمار الحلي، نستقبله وإياكم بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ألم تر أن الله أنزل من السماء ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء
وأنفقوا مما رزقناكم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صلوات. شكرا لمن قرأ وأجر لمن استمع. مثل العلم حضارة كضريح ومنارة. مثل العلم حضارة كضريح ومنارة وسراج في الظلام. علم حب وسلام كضريح ومنارة. كيف لي أسهو وأنسى ذاك فضل الوالدين. إنما سر نجاحي ذاك من عند الحسين. فضلهم بين العيون ما عساني أن أكون. فنجاحي بجدارة كضريح ومنارة. علم آل البيت علمي بضياهم أستنير. علمي بالعلم حتما وعيه يحيي الضمير. خدمة الناس شعاري كيف لا يصبو قراري. أعلن العقل قراره كضريح ومنارة. كيف لا أمدح صرحا شامخا دوما أمامي. كيف لا ينبض قلبي كل قصدي ومرامي. حققت لي غايتي إنها جامعتي. هي أعطتني البشارة كضريح ومنارة. وطني أبديه عمري فله الفضل الكبير. أرضه قد عانقتني وأنا طفل صغير. أنا للأرض فداء هذه أرض الأنبياء. صار للفخر عبارة كضريح ومنارة. خريجات دفعة بنات الكفيل الخامسة يرددنا قسم التخرج من أرض كربلاء الخير والعطاء. دعينا إلى المنصة أستاذها الأستاذ الدكتور عباس رشيد الموسوي عضو مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة ورئيس هيئة التربية والتعليم العالي محفوفا وإياكم بالصلوات العاليات. المحتفى بهن من يرى ويسمع ويتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلنردد القسم وقوفا. أقسم بالله العلي العظيم
أن أراقب الله في مهنتي، وأكون من وسائل رحمة الله، وأن أقدس حياة الإنسان، وأن أحفظ كرامته، وأبذل رعايتي للقريب والبعيد، وأن أثابر في طلب العلم، وأسخره في نفع الإنسان، وأن أوقر من علمني، وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي، نقية مما يشينها تجاه الله ورسوله وأهل بيته والمؤمنين، والله على ما أقول شهيد. شكرا لكم، بوركتم. شكرا للأستاذ الدكتور عباس رشيد المسوي. فداء لمثواك من مضجعي، تنور بالأبلج الأروع، ورعيا ليومك يوم الطفوف، وسقيا لأرضك من مصرعي. ويا غصن هاشم لم ينفتح بأزهر منك ولم يفرعي، ويا واصل النشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع. وأنت يا عباس، وأنت منذ ارتقيت الماء مبتسما يرنو إليك، وكف منه تغترف من أبجدياتك الخضراء تلهمه أن الوفا نبتة مصطفها ترف. ها هم عطاشاك يستسقون مشرعة، ها هم عطاشاك يستسقون مشرعة، ويقطفون ثمارا طالما قطفوا. تشرع الوافدات الجديدات إلى حضرة التخرج المشرف لتأدية مراسيم الزيارة إلى سيد ومولاي أبي الفضل العباسي عليه السلام بصوت السيد بدري ماميثة. نتوجه لزيارة المولى أبي الفضل العباس عليه السلام وقوفا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن السيد الوصين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك، فنعم الأخ المواسي لأخيه. فلعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت في قتلك حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه، المجيب إلى طاعة ربه، الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة أباك في دار جنات النعيم. اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك،
ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك، فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين، وأن تجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا وزيارتي بهم مقبولة وحياتي بهم طيبة، وأدرجني إدراج المكرمين واجعلني ممن ينقلب من زيارة مشاهد أحبائك مفلحا منجحا، قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نعم، وأن تجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا وزيارتي بهم مقبولا وحياتي بهم طيبة، إنك أرحم الراحمين. كما بدأنا بالسلام نختم بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبا الفضل يا فارسا لا يبين تذل المنايا ولا تستكين، فأنت الحسام وأنت اللواء وأنت الثبات وأنت الإباء، وقد كنت جيش الفداء للحسين، وقد كنت جيش الفداء للحسين. تفانى أبوك لنصر النبي وذيل فتى شاهد في السنين، وأنت نظرت بعين الوصي وأعطيت للدين في الطف عين، ففاضت علينا تبل الصدى وتروي العطاش بكأس معين. أيا بدر هاشم ليث العرين، سلام عليك من المؤمنين، فأنت المحامي وأنت الرجاء وأنت المعين وأنت العطاء، وقد كنت جيش الفداء للحسين، وقد كنت جيش الفداء للحسين. وما زلت تروي جموع الجهاد بكأس الإباء بكلتا اليدين، فيمناك مست مياه الفرات ففاض الفرات بجود اليمين، ويسراك هزت لواء الثبات فدكت بها زمر المعتدين. يمينك تسقي به المتقين، شمالك يبطش بالمجرمين، فأنت المزمجر عند اللقاء وأنت المنايا وأنت البلاء، وقد كنت جيش الفداء للحسين، وقد كنت جيش الفداء للحسين. الفضائل والمكرمات وصك الأخوة سر مبين، فأنت لسبط الهدى في الطفوف كحيدارة للنبي الأمين، ولولا القضاء ما رماك الردى بسهم أصاب به المسلمين. سموت وأنت من
أوليائي ورثت الإخاء، وما زلت تعطي دروس الوفاء، وقد كنت جيش الفداء للحسين، وقد كنت جيش الفداء للحسين.